عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين سيت جاليري. حنعمل لكم اليوم تغطية للخبازة الرقمية أديسون. كما عودتنا شركة أديسون على المنتجات الجميلة التي تساعد ربة المنزل على إعداد أفضل الأطباق بطريقة سهلة وسريعة. طبعاً أول شيء راح أتكلم لكم عن الجهاز. الجهاز فيه 15 وظيفة من إعداد الخبز أو عجن المعجنات بطريقة مختلفة أو إعداد الزبادي وحتى المربى، كلها راح أشرح لكم هي إن شاء الله. في البداية راح أتكلم لكم عن أجزاء الجهاز الداخلية. بالنسبة للجهاز فيه وعاء الخلط، زي ما أنتم شايفين وعاء الخلط والخبز متكون من ريشتين. وهذا وعاء التسخين والخلط، لأن الجهاز يعمل على خلط العجينة وعجنها وكذلك تخميرها وخبزها. هذا جهاز من الداخل. يجي مع الجهاز كوب المكيال، كذلك مشبك، ملعقة صغيرة وكبيرة، وكتيب الوصفات. في وصفات جدا ناجحة وباستخدام المكاييل. بالنسبة للجهاز مزود بشاشة ديجيتال لسهولة اختيار البرنامج الذي نريد استخدامه في الوظائف المختلفة للجهاز، حيث أن الجهاز فيه 15 برنامج للخبز والعجين وكذلك صنع المربى وخبز الكيك وعدة طرق من أنواع العجائن. وش نضغط زر المنيو. طبعا هذا الرقم تختلف فيه الساعة حسب البرنامج. على 15 برنامج كل برنامج له وقت معين في إعداد العجينة أو الخبز. بالنسبة تعرفنا على زر المنيو، دحين راح نتعرف على الأزرار الثانية. زر التايمر حيكون يفيدنا في زيادة أو نقص وقت العجن أو الخبز. بالنسبة للزرار هذا حيكون حجم العجين، زي إحنا شايفين على الشاشة في 1000 جرام أو 1250 جرام أو 1500 جرام. بالنسبة للزر الثاني حيكون لون العجين، إحنا حنبغاه تحمير عالي أو تحمير قليل، وحتفيدنا في الأزرار اللي تحت. والزر البدء أو التوقف. وكده تعرفنا على الجهاز بالكامل. كثير يسألوا عن إيش الوظائف التي يقوم بها الجهاز. بالنسبة للجهاز زي ما هو موضح عندكم حيخبز لكم 15 نوع أو 15 وظيفة، منها الخبز الأبيض والخبز الفرنسي والخبز كامل الحبوب والخبز الحلو والخبز حليب بالزبدة والخالي من الجلوتين والكعك وعجينة الخبز وعجينة عادية وعجينة الباستا وكذلك عمل الزبادي وعمل المربى والخبز كذلك والخبز المنزلي. وهذه هي 15 وظيفة. وحأعمل لكم بإذن الله اليوم خبز التوست باستخدام صانعة الخبز والخبازة الرقمية من أديسون التي هي ضرورية لكل منزل، تختصر الجهد والوقت، وصنع خبز صحي باستخدام البذور أو استخدام القمح الكامل، والحصول على خبز شهي وطازج بوقت سريع. بالنسبة للجهاز يوفر على ربة المنزل الجهد. نجي لمقادير التوست. عندنا هنا كوبين دقيق بر وأربع أكواب دقيق أبيض، عندنا 6 ملاعق صغيرة سكر، ملعقتين ملح، ملعقتين صغيرة، وعندنا 8 ملاعق حليب مجفف، وعندنا 6 ملاعق صغيرة خميرة فورية، وعندنا 2 ملاعق كبيرة زبدة لينة، وكوبين وثلثين ماء. طبعا كل المقادير مكيال الموجودة مع الجهاز، الملعقة الصغيرة والكوب.
زي ما تكلمت لكم عن الجهاز انه يقوم بعملية الخلط والعجن والتخمير والعجن، لذلك يجب وضع المقادير بالتسلسل كما سأشرح لكم الآن. طبعا اول شيء نحط الماء الدافية، بالنسبة لوضع الدقيق يجب ان نضعه بطريقة متساوية زي ما حامل لكم دحين، بحيث ان كل الجهاز يدير الدقيق. هذه خطوة مرة ضرورية. بالنسبة لوضع المقادير حنحطها كلها في الزوايا، كل زاوية حنحط نوع من أنواع المقادير. هنا حنحط الملح، خميرة، وكذا انتهت مقاديرنا. حطينا في الزوايا الحليب والملح والخميرة والسكر، وباقي عندنا الزبدة حنحطها في النص إن شاء الله. وبكذا انتهت مقاديرنا، حطينا في الزوايا الحليب والملح والخميرة. المقادير نحطها نجاح في الجهاز. المقادير حطينا كل المقادير داخل الجهاز زي ما انتم شايفين، وحنختار برنامج رقم 7 لأنه هو برنامج التوست. هنا اخترنا برنامج رقم 7، زي ما انتم شايفين الجهاز قاعد يعمل على الخلط ومن ثم العجن والتخمير والخبز. طبعا هذا البرنامج حياخد ساعة 18 دقيقة، 18 دقيقة تقريبا حتقوم عملية العجن ومن ثم التخمير والخبز. أكيد متحمسين وتشوفوا التوست إيش صار عليه. أهو جهاز خلص، نفتح لكم الآن نشوف. أكيد متحمسين وتشوفوا التوست. طبعا الوعاء راح يكون ساخن لكن نرفعه باستخدام المشبع. طبعا الوعاء راح هنقلب التوست الآن.